نجم هوليوود وبطل تايتانيك المشهور ليوناردو دي كابريو أدرج ضمن المراتب الأولى للنجوم الذين يحافظون على عالم الصداقة والشراكة، ويعود الفضل في ذلك إلى علاقته الراسخة مع عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي التي لم تتعرض لأي هزة أو فراق. أما بار رفائيلي التي أصبحت وجه شركة هيرلي المتخصص في البيكيني مطلع العام، فتفتخر بعلاقتها مع ديكابريو وتعتبرها غير قابلة للاهتزاز.